أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حسابي يوجد في أحد البنوك، ويقوم البنك بإعطاء تقويم هجري فخم وأحيانا بعض الهدايا، هل يجوز لي أن أخذها علما بأن حسابي لديه حساب جاري؟ هذا احتيال على الفائدة. هم يبررون بالناس بهذه الطريقة، يقولون لا تأخذ فوائد لأن هذا أنت ترى أنه ربا، لكن نعطيك هدايا، يعني نعطيك بخور أو طيب، أو يقولوا كتب، حتى أنهم بعضهم يقولون كتب، يطمعون كتب يهدون أحيانا أنهم يعني يبعدون الشك الريبة عنهم، وأحيانا يعطون تقاويم أو يقول هذه كلها لا تجوز، لأن احتيال على الفائدة، فلا يجوز أن يقبل منهم شيئا. والحساب الإيداع لأجل الحفظ يجوز عند الضرورة، لكن ما يقول عليه مقابل فوائد ولا هدايا ولا لا يجوز.